سياسياً يجب أن ننظر إلى القانون بحد ذاته، لم يتناول سفن الشحن فقط وناقلات النفط، بل الغواصات والسفن النووية التي قد تدخل المياه الإقليمية. ما هي حدود المياه الإقليمية للصين؟ القوانين الدولية واتفاقية البحار لعام 1982 حددتها ب 12 ميلاً بحرياً، أي 22 كيلومتراً. الصين كانت طموحة قليلاً أو كثيراً، قررت أنها تمتد ل 200 ميلاً بحري. بالنسبة لبكين، سكاربورا التي تبعد عنها نحو 800 كيلومتر تقع ضمن سيادتها. فما بالكم بتايوان التي لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما 140 كيلومتراً. وهنا مربط الفرس، تايوان نقطة التوتر الحالية بين بكين وواشنطن. لم تمر الناقلة الأمريكية ميليوس من مضيقها وما سبقها من تعزيزات للجزيرة مرور الكرام، أغضبت الصين، وأغضبها بشكل أكبر تحالف أوكوس الأمريكي البريطاني والأسترالي، وقبله الحلف التجاري مع اليابان. لم تحدد الولايات المتحدة هدفها صراحة، لكن لا يخفى على أحد عدو واشنطن اللدود. كل التحركات الأمريكية تعطل الخطط الصينية وتمس ما لا تقبل به الصين، السيادة. ولا ننسى أنها تعطل سير الحزام والطريق الذي يضم خطة بناء طريق الحرير البحري للقرن 21. أمريكا تقف عائقاً أمام التعاون الأزرق. طبعاً تعاون بنظر الصين، هيمنة بنظر واشنطن، وربما محقة. فالشركات الصينية باتت تملك جزئياً أو تدير 95 ميناءً حول العالم، وتريد بكين المزيد. رفع بيدو نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية من المرتبة الرابعة إلى الأولى. ومن في المرتبة الأولى؟ جي بي أس الأمريكي. بدأ العمل على بيدو منذ عام 2000، واكتمل العام الماضي بعدد أقمار صناعية يتجاوز 30. تسعى بكين لانخراط الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بهذا النظام. وكم عددها؟ 140.